FM. الكلمة ليك. الانترفيو 9:37 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. وصلنا للجزء الثاني والأخير من الانترفيو. ضيفنا اليوم أستاذ القانون الدستوري ومنسق شبكة دستورنا جوهر بن برك. بالطبيعة نوصله معك جوهر بن برك. والحديث كنا حتى حكينا في الأوف اللي انتهى، ولا نجم نقولوا حسابيا ولا منطقيا انتهى عهد الحبيب السيد، ونجم نقولوا كان محوار وطني بين ظفرين مرة أخرى حول وثيقة كارتاج. كان فما وثيقة أمضى عليها عديد الأحزاب. الوثيقة هذه درجة نجم نقولوا تطبيقها من طرف حكومة الحبيب السيد والحكومة الجاية شنو اللي تبدل؟ هذا هو برنامج حكومي واضح باش تم الاتفاق عليه باش تنفذوا الحكومة الجاية، ولا نفس البرنامج اللي اعتمده حبيب السيد لكن لم يقدر باش ما نقول اذا ما نقولوش فشل في تطبيقه؟ احنا اكبر المشاكل اللي عندنا في تونس انه عندنا 5 سنين وحزاب تتنافس على الحكم وحكومات تمشي وحكومات تجي. تقريبا احنا سكرنا 7 أو 9 حكومة حسب الحسابات وإلى حد الآن التوى مارينا حكومة أو حزب تقدم للانتخابات أو حكومة وصلت إلى السلطة وعندها برنامج حكم، تصور للحكم، كل ماريناه إيديولوجيا وشعارات وعموميات حول الإصلاحات الكبرى دون تحديد مضامينها، لأنه الإصلاحات الكبرى كلمة الإصلاحات الكبرى تجم تعني الشيء ونقيضه، تجم تعني مصلحة هذا أو مصلحة ذاك. تحت شعار الإصلاحات الكبرى ما نعرفوش شنية المضامين. التنمية، تنمية الجهات، الوضع الأمني، وضع استراتيجي لمحاربة الإرهاب. عنا الإرهاب قيبيوف مجرد عنا، وإحنا التوى من سنضع استراتيجي لمحاربة الإرهاب، معناها قاعدين نشدوا فيهم بالبالة. لو كان تسمح جوهر باش نذكر بالأولويات حسب وثيقة كارتاج. الأولوية الأولى كسب الحرب على الإرهاب، الثانية تسريع ناسق النمو والتشغيل، مقاومة الفساد وإرساء مقاومات الحكمة الرشيدة، التحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية. شو أنت كي تقول التحكم في الموازنات المالية وممارسة سياسة اجتماعية ناجعة، فما تناقض في الجملة أصلا يعني ما تفهمش. لما تقول ترشيد المالية العمومية تعرف شو قصدوا به؟ يعني تخفيض النفقات، نفقات الدولة باش نتحكموا في العجز، في عجز الميزانية، تخفيض نفقات الدولة. يعني فما نفقات مش تقل في مجال الصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية والمرافق العمومية. يعني السياسة الاجتماعية هي اللي مش تدفع الثمن فاتورة الريكيليبراج دي فينانس بيبليك. يعني كلام حديث وحديث احيانا متناقض وما عندوش معنى. شنو معناها ربح معركه الحرب ضد الارهاب؟ احنا مش قاعدين نربحوا فيها الحرب ضد الارهاب، انا قاعدين نربحوا فيها، لكن متواصلة. هل انه قاعدين نربحوا في الحرب ضد الارهاب كفكر وكامتداد اجتماعي والا نحاربوا في الجماعات الارهابيه وفي الخلايا الارهابيه الموجوده؟ صحيح قاعدين نقدموا بشكل كبير في محاربه الخلايا الارهابيه على المستوى الامني، اما نقضيوا على خليه العنا 10 يوميا، لانه ظروف تفخيخ وتفريخ الارهاب ما زالت متوفرة، لأن هذا يتطلب استراتيجية تعليمية وثقافية واجتماعية وتشغيلية واقتصادية. هذا مش موجود، مش متوفر، وبالتالي الأمن والجيش التونسي يقوموا بجهد كبير من أجل القضاء على إرهابي، والمجتمع يفرخ 10 في نفس الوقت. يعني هذا مش يولينا استنزاف، ما عادش حرب على الإرهاب، هو استنزاف ضد الإرهاب، نقضيه عليه أمنيا ونحاربه أمنيا ونتغلبوا عليه أمنيا، ولكن يبقى يستنزف فينا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. هو الغريب أنه هذه أولا جملة من الأهداف، ما هيش برنامج، هي أهداف، ويقولوا أنه لجنة من الخبراء هي اللي أخرجتها. يعني هذا المستغرب له، واستغربت له في السابق باعتبار أنه المفروض أنه يكون فيه معادلات رياضية وفيه إخراج مالي واقتصادي لتحقيق هذه الأهداف. كيف تحقق هذه الأهداف؟ إلى الآن لم يفرز. وثيقة كارتاج مثلا تتحدث عن الإصلاح الجبائي،
مفهوم الإصلاح الجبهي حاجة كبيرة ياسر ويعني شيء ونقيضه. أنا أعطيك مثال من جملة الإصلاحات الجبائية اللي موجودة في برنامج حركة النهضة وموجودة في برنامج نيدا تونس وعملت عليها الحكومة وتم تنفيذ جزء منها، هي مسألة التخفيض في الضرائب، التخفيض في الضرائب على المؤسسات وعلى الشركات من 35% ل 25%، تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 وقانون المالية التكميلي، وتم التخفيض في الاقتطاعات الضريبية، يعني الشركات ولات تدفع أقل مقابل الترفيع في الدخل، يعني الضريبة على الدخل اللي هي تم الطبقة الوسطى وتم الأجراء. شنو كان منتظر من السياسة هذه من الإصلاح هذا؟ هو أنه موارد إضافية للدولة. شنو نقول لك، نطيح في الضريبة باش الناس تتشجع أنها تدفع أكثر. اللي شفناه توا مازالك خرج تقرير البنك المركزي مازالك يعطى لي شيفر، لا بريسيون فيسكال زادت تحت في تونس، بمعنى أنه موارد الضريبة المتأتية من الضريبة على الشركات ما زادتش، نقصت على وقت اللي كانت 35%. يعني لما نجي نصلح نطيح في 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 في, في نسب الضريبة من دون أن نوسع في قاعدة الأداء، يعني باش يوليو أكثر يدفعوا لاسيات دو لامبو، نوليو نمشيو في سياسة غالطة اللي هي مش يكون عندها تأثيرات كبيرة على الموازنات المالية للدولة. المشكلة في الاستراتيجية ولا في التطبيق؟ المشكلة في 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 وجود أولا تصور وفي وجود منهجية للإصلاح، لأنه أصعب شيء في نظريات الإصلاح العامة هي أنه يكون عندك منهجية للإصلاح، كيف تخرج عملية الإصلاح وكيف تنخرط فيه أكبر قطاعات ممكنة، يعني توسيع دائرة أصدقاء الإصلاح وتضييق دائرة أعداء الإصلاح. لأنه شكون هم أعداء الإصلاح؟ هم المافيات، هم اللوبيات، هم الناس المؤثرة، الاقتصاد الموازي، الناس اللي تخدم في المجالات هذه. هؤلاء عندهم تأثير كبير على الطبقة السياسية اليوم، عندهم هيمنة كبيرة على الإرادة السياسية، عندهم أحزاب كاملة ومتغلغلين داخل منظومة الحكم على أنا إصلاح أتحدث أو مش نقولها بصراحة، على أي إصلاح مالي وإصلاح في نطاق الشفافية وفي نطاق التوجه نحو يعني الشفافية، في وقت أنه حزب الوطني الحر مازال في الائتلاف الحاكم. هذا ما نجمش يكون سليم الرياحي وجهه واسمه مرتبط بالشفافيه، مستحيل. يعني يرتبط بماذا؟ مرتبط بالشبهات، كل الشبهات من اي نوع كان، الخلط بين المال والسياسه والرياضه الى اخره، مصادر المال بتاع السيد هذايا، فما شكوك كبيره، ما نقولش فما يعني اثباتات، يعني هو الطرف الوحيد المشبوه في لا اعطيت مثال من جمله، يعني المثال كانوا انتقائي، يعني لا لانه طرف يعني في شفافيه في مصادر تمويل الاحزاب الاخرى. شوف لما يكون فما احزاب عندها شكوك حول مصداقيتها وحول شفافيتها وتكون خارج السلطه، تقييمنا لها مش كيف حزب يكون موجود داخل السلطة. يعني حتى أحزاب السلطة بالنسبة لك يعني لا شبهات حول المصادر المالية؟ عليها شبهات. لما نشوفوا احنا مثلا في نيدا تونس بعض الأشخاص المؤثرين في القرار داخل نيدا تونس عليهم أيضا شبهات مالية وعليهم أيضا شبهات فساد، وهما قياديين ومؤثرين داخل حزب نيدا تونس في الائتلاف الحاكم. على أنا محاربة الفساد مش نتحدث. والمال الخارجي جوهر، لماذا تتجنب يعني الحديث عن المال الخارجي؟ ما نتجنبش، لأنه حركة تحدث. لأنه أحزاب أخرى عندها شبهات فأنا تتلقى في تمويلات من الخارج. يعني فما إشكالية كبيرة هي أنه اللوبيات ولوبيات الفساد ومظاهر الفساد ما هيش عدوة السلطة الآن، هي متغلغلة داخل السلطة. هي السلطة. كيفاش تحب السلطة المكونة من مجموعة من الفاسدين تحارب الفساد؟ لو ميساج اي كونتراديكتوار، لو ميساج اي كونتراديكتوار. هذا هو انا يعني اللي قلقني. علاش؟ لأنه الناس ملت، مشى فلان وجاء علان، طلع الحزب الفلاني وهبط الحزب الفلاني، اتعاركوا وتقسموا وتشتوا. الناس تحب حياتها تتبدل، همومها تنقشع، حياتها تبدأ أفضل، متهني على نفسها وعلى بلادها وعلى أولادها وعلى المستقبل. هذا الناس إيش تنتظر؟ يعني تنتظر سياسات. مهما كان الشخص اللي مش يقود السياسات هذه، الناس مستعدة، التوانسة مستعدين أنهم يعطيوا ثقة، ولكن لما يجيهم شخص إنسان عنده الإرادة والقدرة على الفعل
ويخاطبهم خطاب قادر أن يغير لهم واقعهم. اليوم هذا مش متوفر. الناس في واد وما يجري في الطبقة السياسية في واد آخر. هل الرهاصات هذه الكل تحطوا عليها؟ ولا تونسي دور نقابات جوهر، ولا تونسي الدور السياسي النقابات يعني وجه بنقد كبير. الكلمة ليك.